كثير من الناصحين قد لا يكونون من الخطباء المفوهين وقد لا يكونون من العلماء العاملين، ولكن كلمتهم تؤثر. تعرفون عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف أمير المؤمنين الذي جدد الخلافة، سبب هدايته رجل كبير السن متخرق الثياب تاجر، جاءه بمدينة من مدن الشام اسمها خناصرة، اسمها خناصرة، فرأى عمر بن عبد العزيز أميرا لهذه المدينة في شبابه وقوته وجماله ونشاطه، وقد كان يقول عن نفسه: إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي، وكنت بهن قدما مولعا، الراحة واللحم السمين وأبطلي بالزعفران، فلن أزال مردعا. فجاء هذا الرجل متخرق الثياب الكبير في السن إلى الأمير، فنظر إليه وحده فقال: يا بني، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. هذه نصيحة. إن أمامك عقبة فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول، عقبة فيها التنافس إلى الله والقرب بين يديه، وليس كل الناس صالحا لهذه المسابقة. ففكر عمر في معنى هذه الجملة فأثرت فيه تأثيرا بالغا وغيرت حياته بالكلية.